قدير هابده حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سيس. انت ومحمد ابراهيم وفي اللي فوضكم واللي في ايادكم حسبنا الله ونعم الوكيل. واشوف عياله محروقين زي اللي حرقهم ينحرق قلبه على عزمه عنده عياله وعي محمد ابراهيم واللي فوضهم جميع من فوضهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ده دول سلميين مش ارهابيين، سلميين مش بدهم حاجه مش معاهم حاجه، سلميين منهم لله. ربنا يوريها لنا فيهم في عياله السيسي ومحمد ابراهيم وفي اللي مفوضهم واللي في ايدهم لو كان ضعف في دار.